وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة بيبا ورئيس المعهد الدولي للعلوم الإدارية. دكتور رائد، بعد التحية، كيف استطاعت مملكة البحرين إثبات كفاءتها وأحقيتها في تصدر سلم التنافسية العالمية في العديد من المجالات؟ مرحبا أخوي، مسيكم بالخير، يعطيكم الصحة والعافية. حقيقة الرؤية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة سيد الملك المخدع حفظه الله ورعاه، والنظرة الحكومية الثاقبة لصاحب السمو الملكي كذلك الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلت البحرين بالفعل تتصدر سلم التنافسية، خلتنا كلنا نفكر على المستوى الدولي وليس على المستوى الإقليمي أو الوطني فقط. قيادتنا الحكومية رسمت منهج واضح لمواصلة العمل الدؤوب اللي نخدم من خلاله مملكة البحرين، ولكن يضعها كذلك في مصاف الدول المتقدمة. إدارة مملكة البحرين اليوم تدير بالفعل مثل ما قلت الله يسلمك أعرق منظمة دولية من سنة 1930. هذه يعكس الثقة الدولية في القدرات البشرية الوطنية والفكر الإداري المتقدم اللي وصلنا له الحمد لله رب العالمين بفضل قيادتنا وبفضل المواطن البحريني اللي بالفعل عنده الطموح والعمل لخدمة البحرين والارتقاء بالمخرجات للمستوى العالمي وليس فقط المستوى الوطني. نعم دكتور رائد، لو تحدثنا عن الانطباعات الدولية التي طرحت حول نجاح البحرين في إدارة أعرق منظمة دولية للإدارة العامة على مستوى العالم، وما الذي ميز آلية العمل التي أقررتموها فور تسلمكم سعادتكم رئاسة المعهد الدولي للعلوم الإدارية؟ الجميل أن المعهد الدولي والمجتمع الدولي حقيقة الإداري والبحثي كان متأكد من نجاحنا في إدارة المعهد، ولذلك مسكنا رئاسة المعهد ومسكنا إدارة الأمانة العامة في نفس الوقت. مثل ما قلت لي، أول مرة في تاريخ المعهد من المعهد الدولي للعلوم الإدارية من سنة 1930. الكثير من الضمانات المهتمين بينوا رغبتهم في توظيف تجربة البحرين الريادية في الارتقاء بالعمل الإداري والمخرجات الحكومية على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي، وهذه شفناه في كثير من المحافل على المستويات الفردية وعلى المستويات الجماعية. آلية عملنا ارتكزت حقيقة في مواجهة التحديات بشكل مباشر بأساليب مبتكرة سواء كانت المالية أو الإدارية، ورفع إيراداتنا كانت من خلال هذه المبادرات والأساليب المبتكرة في المعهد الدولي للعلوم الإدارية اللي عزز وضعنا المالي ووضعنا من خلالها استراتيجيتنا المالية سواء على المدى القصير أو المدى المتوسط أو الطويل. نهدف من خلالها تمكين المعهد الدولي وتمكين جميع الدول المشاركة معنا والمؤسسات الدولية المشاركة على القارات الخمس اللي موجودة من توفير الخدمات اللي يطمحون لها في المجال المهني المباشر في العمل الحكومي والمجال البحثي العلمي الفكري في الإدارة العامة. بنينا منصة إلكترونية للمؤتمرات وكانت لها تميزها في مؤتمرنا الأخير لتواصل الجميع الأعضاء من جميع الدول على مستوى العالم بمختلف اللغات وبمختلف الأعراق اللي موجودة، وهذه أعطانا مجال أن احنا نبني مع المعهد الدولي كذلك شراكات أكبر نستفيد فيها من خلالها داخل مملكة البحرين، نستقي الخبرات ونستقي العلوم اللي موجودة في العالم كله ونجيبها للبحرين، وما شاء الله تبارك الله البحرينيين قادرين على تطوير البحرين من خلال هذه التعلم على المستوى العالمي. نعم سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس، بلا شك جهودكم مقدرة ومشكورة في إدارة أعرق منظمة دولية للإدارة العامة على مستوى العالم. سعادة الدكتور رائد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة بيبا ورئيس المعهد الدولي للعلوم الإدارية، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك.